umri wake miaka 17 kutoka nchi ya Afrika ya Kusini kwa babu Mandela, jina lake ni Zafeer Patel. Zafeer Patel, vijana scout msindikizeni mumlete katika jukwaa kuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba utambue pia uwepo wake ndani ya uwanja huu naibu waziri wa maendeleo ya jinsia, wazee na watoto, mama yetu Mwanaidi Ali Hamisi, lakini pia mama Shamim Kani, mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake Bakwata Taifa. Tunaye mama yetu mlezi wa Qur'ani anayoandaa miaka yote mashindano ya Qur'ani ya kitaifa, mama yetu Aisha Sururu. Tunaye pia Atiye Mbaraka Muhammad, meneja wa benki ya wananchi wa Zanzibar tawi la Dar es Salaam Lumumba. Jaji, kazi kwako. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين الذين اتخذوا دينكم هزوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا قل يا أهل
الكتاب هل تنقمون منا إلا من قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل من قبل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرهم فاسقون وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل حسبك فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون حسبك فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا
الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون حسبك صدق الله العظيم تكبير Takibir ni kijana Zafeer Patel miaka 17 umri wake kutoka nchi ya Afrika ya Kusini. Sasa hivi ni nafasi ya mshiriki wa 19. Miaka yake ni 22 kutoka nchi ya Ivory Coast. Jina lake Sangare Khalid. Vijana wa scout naomba mumuongoze kumleta katika jukwaa la majaji. Sangare